يتركونهم كذا يأذونا. ما تدروا بكرة إيش يسووا لنا. أي ضابط مصري في الشيخ زايد أو أكتوبر كلمني على الخاص مرة ضروري، فزعوا لنا ما نبغى يأذينا يتعرض لنا يخرب لنا أغراضنا. ضروري ضروري كلمونا على الخاص إخواننا المصريين، نحتاج فزعتكم. جماعة سوريين تهجموا علينا، سوريين تهجموا علينا ويخربوا لنا أغراضنا ويقطعوا لنا الأسلاك حقنا، كل شيء خربوه. وإحنا ما سوينا شيء، قاعدين نسترزق. ما في سبب وربي، تخيلوا ما نعرفه. والله يا جماعة ما نعرفه، ما نعرفه، ما بيننا وبينه أي شيء. وربي عنده 3 سيارات قال يشتغل قدامنا بعيد بعيد، 2 كيلو. قال هذه لا المنطقة لا حقه. كيف حقك المنطقة؟ أنا ما أعرفك أصلاً، أنا بعيد عنك. أنت لو تركب سيارة مشوار قبل ما تلاقوا سيارته. كيف طيب كذا؟ يعني هذه أرض ربي، مو أرضك أنت بس. المكان هذا لكل الناس يشتغلوا، المصريين يشتغلوا جنب بعض، والله ما يكلموا بعض. أيوة ليش يأذينا إحنا بنات؟ ضروري نعرف أي ضابط في الشيخ زايد، في قسم الشيخ زايد. إذا في أي مصري ضابط نحتاج فزعتك معانا.